تحية طيبة مشاهدينا الكرام، كالعادة جولة جديدة في السوق، دائما مرحبا بكم ومرحبا بك يا أهلا بك ولاء. مشاهدينا الكرام، دوما طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير. إلى العناوين: ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي لأعلى مستوى منذ عام 2011. حزب المحافظين البريطاني بزعامة ديفيد كاميرون يركز على إنجازاته الاقتصادية كأقوى سلاح له في الحملة الانتخابية. ونتابع في السوق اليوم: على غرار سيارة جوجل، شركات الإنترنت الصينية تتطلع لصنع السيارات الكهربائية الذكية وسيلة النقل في المستقبل القريب. أهلا بحضراتكم. من عناوين السوق إلى تفاصيله، في ثاني جلسات الأسبوع وآخر أيام التداول للربع الأول من العام الحالي، تراجعت الأسواق الأوروبية بعد بيانات تظهر انخفاض أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، وسبقتها الأسواق الآسيوية على تراجع أيضا بعد قيام المستثمرين بعمليات مكثفة للبيع بهدف جني الأرباح، ذلك بينما ارتفع الاسترليني لأعلى مستوى في أسبوع مقابل اليورو بعد أن أظهرت بيانات نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع من العام الماضي. تراجعت الأسهم الأوروبية في ثاني جلسات الأسبوع وآخر جلسات شهر مارس بعد بيانات اقتصادية جديدة حول مؤشر أسعار المستهلكين، حيث أظهر تقرير من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو انخفضت 0.1% على أساس سنوي في الشهر الحالي مقارنة مع تراجع نسبته 0.3% في فبراير و 0.6% في يناير. وهبط اليورو لأكثر من 1% أمام الدولار والين ليصل إلى أدنى مستوياته في 10 أيام بسبب القلق بشأن ما إذا كانت اليونان ستنجح في الحصول على مساعدات مالية قبل أن تنضب مواردها في 3 أسابيع. وفي آسيا، أنهت الأسهم اليابانية جلستها منخفضة وتخلت عن مكاسبها المبكرة مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح في آخر أيام التداول لربع السنة الحالي. وعلى مدار الشهر ارتفع نيكي 2.2% واستمرت موجة الصعود للشهر الثالث على التوالي، وفي الأشهر الثلاثة من يناير إلى مارس ارتفع المؤشر 10% وسجل صعودا للربع الرابع على التوالي. وفي أسعار المعادن، انخفضت أسعار الحديد الخام إلى مستويات قياسية جديدة لم ترها من قبل الأزمة العالمية الأخيرة، حيث تراجعت أسعار الطن بالقرب من مستوى 50 دولارا، وهو السعر الذي يعتبره المحللون القاع بالنسبة لأسعار الحديد الخام. كما تراجع سعر المعدن النفيس ليتجه للانخفاض للشهر الثاني على التوالي تحت وطأة توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام. ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي في مارس آذار إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2011، وأظهر مسح أجرته المفوضية الأوروبية أن ضعف اليورو إلى جانب تراجع أسعار النفط يحفزان الانتعاش الاقتصادي في المنطقة. إحدى الطرق التي تعالج بها إيطاليا اقتصادها المريض هي الاستثمارات الأجنبية، وبيريلي هي أحدث شركة في سلسلة من الشركات الإيطالية تقع في أيدٍ أجنبية، وتمتلك إيطاليا الآن دليلاً على فاعلية استراتيجيتها، فقد ارتفعت معنويات كل من قطاع الأعمال ومؤشر المستهلكين بشكل حاد في مارس آذار، مما يشير إلى أن الاقتصاد الإيطالي قد اجتاز مرحلة صعبة بعد انكماشه على مدى السنوات الثلاث الماضية. ما نتجه إليه الآن هو شيء أقرب إلى الحلقة الجيدة بدلا من الحلقة المفرغة التي مررنا بها في منطقة اليورو خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية، وأعتقد أن الوضع الإيطالي يبدو أفضل بشكل ملحوظ نتيجة لذلك. وأظهرت إيطاليا أكبر قفزة في المعنويات الاقتصادية التي ارتفعت 2.4 نقطة، تليها ألمانيا وإسبانيا وهولندا. وارتفعت الثقة في منطقة اليورو ككل لأقصى مستوى لها خلال 4 سنوات بارتفاع 1.6 نقطة. كما ارتفع ثقة المستهلك في البرتغال التي خرجت من برنامج الإنقاذ الدولي منذ عام تقريبا،
حيث تضاعفت من فبراير شباط إلى مارس أذار بارتفاع 0.6 نقطة. وحتى الأسعار يبدو أنها تستقر أيضا. وفي إسبانيا وصل الانكماش الاقتصادي الذي كان يمثل مشكلة إلى أدنى مستوى له على أساس سنوي منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وفي ألمانيا ارتفعت أسعار المستهلكين للمرة الأولى هذا العام. نزلت أسعار النفط صوب 55 دولارا للبرميل مع دخول المحادثات بين إيران والقوى العالمية الست يومها الأخير سعيا للتوصل لاتفاق بشأن برنامج طهران النووي قد يؤذن بزيادة صادرات إيران للأسواق العالمية. واستمرت خسائر النفط التي سجلها على مدى اليومين الماضيين، إذ يقول مستثمرون إن إبرام اتفاق في لوزان قد يؤدي إلى زيادة إمدادات الخام الإيراني في السوق التي تعاني بالفعل من تخمة في المعروض جراء نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي. أنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي آخر تعاملات شهر مارس وختام الربع الأول من العام على ارتفاع مدعوما بارتفاعات البنوك رغم التراجعات التي سجلها قطاع العقار والاتصالات والطاقة. كما أنهى سوق دبي المالي آخر جلسات الشهر باللون الأخضر بعد أن عدل أوضاعه بالنصف الثاني من الجلسة بدعم مباشر من قطاعي البنوك والعقارات. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر ثالث ارتفاع له على التوالي، حيث سجلت جميع القطاعات ارتفاعا، بينما واصل المؤشر العام للسوق السعودي مساره مسجلا انخفاضا بدعم من الأسهم القيادية. تباينت مؤشرات البورصة المصرية فيما ربح رأس مالها السوقي نحو مليار جنيه وسط دعم شرائي للمؤسسات المحلية. وارتفع المؤشر الثلاثيني الرئيسي بنحو طفيف ليغلق رابحا ما نسبته 0.1%، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة السبعيني بنحو طفيف على الرغم من النشاط الملحوظ في كثير من الأسهم داخل المؤشر، بينما صعد المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بما نسبته 0.1%. في الوقت الذي شعرت فيه الصين ببطء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في القارة الآسيوية، ظهرت فكرة إنشاء بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية لتمويل المشاريع الإنمائية بدلا من الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة واليابان. البنك المزمع إنشاؤه لقي دعما من الكثير من الدول، وصل عددها إلى 40 دولة بينها دول صناعية كبرى. قالت وزارة المالية الصينية إن بكين ترحب بانضمام مصر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اعتبارا من 14 أبريل المقبل. وكانت الصين وعشرات الدول الأخرى اتفقوا على إنشاء بنك يكون مقره بكين بنهاية العام الحالي لتمويل مشروعات البنية الأساسية مثل خطوط السكك الحديدية ومحطات الطاقة وغيرها. ويعتبر البنك الذي تقوده الصين انتكاسة كبيرة لجهود الولايات المتحدة الرامية لتوسعة نفوذها في منطقة آسيا والمحيط الهادي وموازنة تنامي النفوذ المالي للصين. وينظر إلى البنك أيضا باعتباره منافسا للبنك الدولي وصندوق النقد اللذين تمارس واشنطن نفوذا قويا عليهما، كما ترى اليابان في المشروع تهديدا لمكانة بنك التنمية الآسيوي الذي تمارس عليه نفوذا قويا أيضا. وهناك قائمة طويلة من دول العالم أعلنت انضمامها للبنك بدءا من استراليا وحتى الدنمارك،
كما أعلن عدد من الدول الصناعية الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا المشاركة في المشروع. من جانبها حثت الولايات المتحدة الدول على التفكير جيدا قبل الانضمام إلى البنك الأسيوي حتى يبدي التزاما بمعايير كافية للحوكمة وبالضمانات البيئية والاجتماعية. انطلقت رسميا حملة الانتخابات التشريعية البريطانية التي ستشهد طيلة 5 أسابيع منافسة شديدة بين المحافظين والعمال على خلفية انقسامات وتفكك في الساحة السياسية. هذا ومن المرجح أن تضغى أزمة نظام الصحة العام والاقتصاد والهجرة وأوروبا على المنافسة التي يراهن فيها غالبية زعماء الأحزاب على بقائهم السياسي. بدأ العد التنازلي للانتخابات العامة الأكثر تنافسية في بريطانيا منذ عقود. يمكنكم اختيار الاقتصاد الذي ينمو والذي يخلق فرص عمل، والحكومة التي ستخفض ضرائب على 30 مليون شخص من الكادحين. يمكنكم اختيار بلد آمن ومستقر. وبعد حل البرلمان قام رئيس الوزراء بزيارة تقليدية للملكة بما يضع نهاية لخمس سنوات من الحكم الائتلافي، ويأمل ديفيد كاميرون هذه المرة في تحقيق فوز صريح. والاقتصاد البريطاني الذي يقدر حجمه ب 2.8 تريليون جنيه استرليني تعافى من أسوأ انكماش له منذ الحرب العالمية الثانية ليصبح واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم الصناعي. لكن العديد من البريطانيين يقولون أنهم لم يشعروا بتلك المزايا. المعركة الحقيقية في سباق الانتخابات هي الاقتصاد. إنه العامل الحاسم والقوة المحركة للمحافظين. سيقولون أننا نواصل النمو وإن عوائد الضرائب ترتفع، بينما يقول حزب العمل إننا نضمن استمرار الخدمات الصحية على المستوى الوطني. وتعهد كاميرون بإجراء استفتاء بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي في حال فوزه، وهي معضلة كبيرة على حد قول أبرز معارضيه رئيس حزب العمال إيد ميليباند. اعتاد كاميرون أن ينادي ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، والآن لا يستبعد الخروج من الاتحاد، وكان يقول إنه سيكون قادرا على التفاوض من أجل إحداث تغيير في المعاهدة معهم، أما الآن فإنه يلتزم الصمت. وهناك بالفعل دلائل على تضاؤل النفوذ البريطاني في أوروبا. الشركاء الأوروبيون يريدون بقاء بريطانيا في الاتحاد ولكن ليس بأي ثمن، وهم محبطون أيضا لأن موقف كاميرون غير واضح بالنسبة لمسألة العضوية. جولة وسوقي ما زالت مستمرة مع حضراتكم. نعم، ونتابع فيها جديد عالم التكنولوجيا الألمانية. التكنولوجيا الألمانية تستلهم من النمل الذكاء والنظام والعمل الجماعي في صنع روبوتات تعمل معا في عمليات الإنتاج.